العلاقة بين المغرب ونيجيريا تترك الجزائر وجبهة البوليساريو معزولة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري، أقدمه لكم من قناة محمد بن داحة باللغة العربية الفصحى حتى أسهل عمل تفهمه من طرف متحدثي اللغة العربية الذين لا يفهمون العامية المغربية، وهو مترجم إلى اللغة الإنجليزية حتى أجعل الأمر سهلا على متحدثي اللغة الإنجليزية حتى يفهموننا جيدا. خلال زيارته الأخيرة لنيجيريا كان على وزير الخارجية الجزائري أن يتقبل الوضع الطبيعي الجديد في العلاقات المغربية النيجيرية، وقد زار صبري بوغادوم كبير الدبلوماسيين الجزائريين أبوجا يوم الجمعة للتحدث عن الأعمال ولحشد الدعم للبوليساريو الميليشيا التي تعمل بالوكالة عنها. مع تزايد عزلة البوليساريو في المجال الدبلوماسي، تخشى الجزائر من أن تصبح الداعم الوحيد للميليشيا الصحراوية التي تستضيفها وتغذيها وتسلحها. ومن المحتمل أن يكون الحوار بين بوغادوم ونظيره النيجيري جيفري أونياما يهدف إلى حشد دعم نيجيريا لإنهاء البوليساريو لوقف إطلاق النار في عام 1991 في ما يسمى بالصحراء الغربية. لكن الوفد الجزائري غادر نيجيريا خالي الوفاض فيما يتعلق بمساعي الجزائر في الصحراء التي يسمونها الغربية. الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للجزائر هو حقيقة أن وزير خارجية نيجيريا لم يذكر القضية على الإطلاق في تغريداته بعد الاجتماع، ولم يصدر أي بيان لدعم البوليساريو في أعقاب زيارة بوغادوم لعملاق غرب إفريقيا في مواجهة الجزائر بعلاقة طبيعية جديدة في علاقة نيجيريا المتنامية مع المملكة المغربية. لطالما كانت نيجيريا من أشد المؤيدين لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى جانب دول إفريقيا رئيسية أخرى أبرزها جنوب إفريقيا والجزائر، رأت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التوترات في الصحراء الغربية والتي يسميها المغرب الصحراء المغربية كوسيلة للحد من نفوذ المغرب في القارة. لكن يبدو أن نصف عقد من الدبلوماسية الفعالة المربحة للجانبين مع المغرب قد غيرت موقف نيجيريا الجيوسياسي المفهوم. أثناء غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي كانت دولة الجزائر كان دول مثل الجزائر وإثيوبيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا اللاعبين الرئيسيين في الجغرافيا السياسية الإفريقية، غير أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 غيرت ميزان القوى هلا. فبدأت قصة النفوذ المغربي المتجدد في إفريقيا في يوليو 2016 عندما دعا الملك محمد السادس الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى الرباط قبل شهر من انعقاد القمة 27 للاتحاد الإفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي. وكانت الزيارة الدبلوماسية بمثابة إشارة لعودة ظهور المغرب في القارة الإفريقية. بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس كاغامي إلى الرباط، شرع الملك محمد السادس في جولة قارية حيث زار عشرات البلدان في جميع أنحاء إفريقيا. على سبيل المثال، زار الملك المغربي إثيوبيا وتنزانيا ورواندا، وعاد إلى الوطن بعشرات الاتفاقية الاقتصادية الجديدة. بدأ الملك مهمة وطنية للاستفادة من القوة الاقتصادية للمغرب لبناء علاقات اقتصادية ودبلوماسية جديدة مع أشقائه الأفارقة.
وكان التأكيد على هذا المسار الدبلوماسي الجديد هو زيارة الملك محمد السادس إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في دجنبر 2016. وقد عززت كل زيارة من زيارة الملك في إفريقيا العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، بينما كشفت شكل الدعم الممنوح لقضية البوليساريو. قدم المغرب استراتيجية واضحة في شكل مكاسب للجميع من التعاون بين الجنوب والجنوب على أساس الأهداف الاقتصادية المشتركة التي غيرت مستقبل العلاقات الدولية في القارة. إذا كان هناك أي شيء، فإن التزام شركة الفوسفات المغربية العملاقة OCP ببناء مصنع للأسمدة في نيجيريا لتخفيف الأمن الغذائي المحلي يبدو أنه حطم العلاقات المغربية النيجيرية من مجرد التقارب إلى الصداقة الاستراتيجية القوية. لكن القرض فوق الكعكعة المربحة للطرفين كان مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري الذي حظي بشهرة كبيرة. لطالما اعتمدت نيجيريا على شركات النفط الغربية مثل رويال داتش، شيل وشيفرون وتوتال وتكساكو، لكن ثبت أن هذه الاتفاقات ليست مفيدة للجانبين أكثر مما وعدت في البداية. ونتيجة لذلك واجهت نيجيريا كوارث بيئية فاقمتها ممارسات شركة النفط الدولية غير المسؤولة، حيث جاءت الدول الغربية لاستغلال ثروات نيجيريا النفطية. جاء المغرب لمساعدة البلاد على الاستفادة من مواردها في تعاون اقتصادي حقيقي بين شركاء متساوين، بينما تساعد الأسمدة المغربية الآن على زيادة المحاصيل الزراعية في نيجيريا. فإن خط أنابيب الغاز المخطط له والذي يبلغ طوله 5660 كيلومترا سيساعد نيجيريا على تصدير منتجاتها البترولية إلى شمال إفريقيا وأوروبا بشروطها الخاصة. بدأت العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين نيجيريا والمغرب في تغيير موقف أبوجا من مزاعم البوزاريو. قبل عام 2016 كانت نيجيريا من بين أكثر المؤيدين صوتا للمجموعة، حيث شكلت كتلة قوية مع الجزائر وجنوب إفريقيا. وشبهت نيجيريا مثل أبطال البوليساريو الآخرين قضية الجماعة المسلحة بقضية الفلسطينيين، وكان هذا في أواخر عام 2015. ومع ذلك في السنوات الخمس التي تلت ذلك مع نمو التعاون الاقتصادي مع المغرب تضاءل دعم البوليساريو في نيجيريا وكذلك في بوتسوانا وتنزانيا ورواندا وإثيوبيا، مما أدى إلى إحباط الجزائر وجنوب إفريقيا اللتين ظلتا خائفتين من نفوذ المغرب المتزايد. كانت نيجيريا من بين الدول التي أيدت قرار المغرب بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي. من نواحي عديدة أثبت عام 2016 أنه نقطة تحول لكل من داعمي المغرب والبوليساريو على الأقل على الساحة القارية. منذ عام 2016 لم تعد نيجيريا تدرج إشارات إلى الصحراء الغربية في بياناتها الصادرة عن الأمم المتحدة. والأكثر إثارة للمشاعر هو أن البلاد تعتبر الآن أي حل دائم أفضل من المطالبة بإجراء استفتاء على الاستقلال تدعمه الجزائر ووكيلتها جبهة البوليساريو. من الناحية الإسمية لا تزال نيجيريا تعترف بجمهورية البوليساريو المزعومة، لكن عمليا لم تعد أبوجا تدعو إلى استفتاء الاستقلال الحصري. بدلا من ذلك يدعم عملاق غرب إفريقيا جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لتحقيق السلام في الصحراء الغربية. بالنسبة لمعظم المراقبين هذا يعني أن الصيغة تمت صياغتها إلى حد كبير لصالح المغرب. لا بد أن واقع وضع الطبيعي الجديد في علاقة نيجيريا بالمغرب خيب آمال وزير الخارجية الجزائري أثناء زيارته لأبوجا الأخيرة، عندما غادر كبير الدبلوماسيين الجزائريين نيجيريا دون تصريح قوي يدعم بوليساريو. لا بد أنه أدرك أن الزخم في الصحراء الغربية يعود الآن إلى المغرب وطريقه المقترح
نحو السلام الدائم. تم تعيين المكتب الشريف للفوسفات المغربي للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي الحيوي في معظم أنحاء القارة، والدبلوماسيون المغاربة تنمو والدبلوماسية المغربية تنمو بسرعة في سمعة وفعالية. في غضون ذلك، مع تنامي نفوذ المغرب في القارة، من المحتمل أن نشهد المزيد من التعاون وانقسامات أقل جدوى التي هيمنت على إفريقيا ما بعد الاستعمار. مشاهدينا الكرام، شكرا لاهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.